هذا ربح كبير للرجاء البيضاوي الحمد لله. شحال هذه مربحات وفرحت هذه القلوب المغاربه ان شاء الله بحول الله، والفرحه كبيره والفرحه ديال سيدنا نصره الله هو الاولاني. كنهديو له الانتصار ديال سيدنا، الله ينصرو وينصر هذه الامه، والله يحفظ هاد الناس والرجاويه الله يحفظهم. كل صراحه زعما ناس زعما تعبوا باش جابوا هاد الكاس، وتبارك الله عليهم وتبارك الله عليهم وتبارك الله عليهم. كنحاول نشكر اي واحد ساند فريق الرجاء البيضاوي كيف ما كان، وكنقول لكم ديما 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 خضراء، والله طلق الملعق بالرجول. ولا جبنا لا كوب العام الحمد لله، مازال غنجيبو ان شاء الله تيتريش، كنا تيتريش تيتريش. وهاد لا كوب هذيك اللي كنا نديرو كان غواسي المغرب كامل الحمد لله، وديما راجا تنموت الله يعلي الدرجة. جبنا الكاس من الكونغو، جبنا الكاس من الكونغو، ديما راجا ديما راجا. كلتي على الراجا، كلنا غير الراجا، كلوش على الراجا. اي حاجة في هاد البلاد ما تساواش الراجا، هي كلشي. كنت لاحسين في بلادنا والراجا فرحتنا، فهمتي؟ ومازال كاس ان شاء الله غتشوف الراجا على وجهها الحقيقي، فهمتي؟ وديما راجا ماتش مزيان. انا فانا ما اثرش على الخروج ديال الحافظ، الاصابه ديال الحافظ يكون كان ماتش اخر. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.